فيقول: إذا الريح هبت من ربى العلم السعدي، طفى بردها حر الصبابة والوجد، وذكرني قومي حفظت عهودهم، فما عرفوا قدري ولا حفظوا عهدي. ولولا فتاة في الخيام مقيمة، ولولا فتاة في الخيام مقيمة، لما اخترت قرب الدار يوما على البعد. محفهبة والسحر من لحظاتها، إذا كلمت ميتا يقوم من اللحد. أشارت إليها الشمس عند غروبها تقول: إذا صد الدجى فاضلعي بعدي. وقال لها القمر المنير: ألسفري؟ فإنك مثلي في الكمال وفي السعد. فولت حياء ثم أرخت لثامها، وقد نثرت من خدها رطب الورد، وسلت حساما من سواج جفونها كسيف أبيها القاطع المرهف الحد. تقاتل عيناها به وهو مغمد، ومن عجب أن يقطع السيف في الغمد. مرنحة الأعطاف، مهضومة الحشا، منعمة الأطراف، مائسة القد، يبيت فتاة المسك تحت لثامها، فيزداد من أنفاسها أرج الند، ويطلع زوء الصبح تحت جبينها، فيغشاه ليل من دجى شعرها الجعد. وبين ثناياها إذا ما تبسمت، وبين ثناياها إذا ما تبسمت، مدير مدام يمزج الراح بالشهد. شكا نحرها من عقدها متظلما، شكا نحرها من عقدها متظلما، فوا حربا من ذلك النحر والعقد. فهل تسمح الأيام يا ابنة مالك بوصل يداوي القلب من ألم الصد؟ سأحلم عن قومي وإن سفكوا دمي، وأجرع فيك الصبر دون الملا وحدي، وحقك أشجاني التباعد بعدكم، فهل أنتم أشجاكم البعد عن بعدي؟ حذرت من الفرق المبين بعدكم، وقد كان ظني لا أفارقكم جهدي، فإن عاينت عيني المطايا وركبها، فرشت لدى أخفافها سفحة الخد. إليكم قصيدة أخرى للإمام الأسمعي رحمه الله، قصيدة شهيرة عند العلماء وعند الطلباء، صوت سفير البلبل. فيقول الإمام الأسمعي رحمه الله: صوت صفير البلبل هيج قلب الثمل، الماء والزهر معا مع زهر لحظ المقل، وأنت يا سيد لي وسيدي ومولي، فكم فكم تيمني غزيل عقيقلي. عند طالب هذه القصيدة؟ نعم عند طالب، فأعتذر إليكم، فهناك طالب يقدم هذه القصيدة، فأنا أعتذر إليكم وشكرا. السلام عليكم ورحمة الله.